مساء الخير أعزائنا المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامجكم العربي بيت للكل. خلونا قبل ما نتعرف على محورنا في حلقتنا لهذا اليوم نرحب بانضمام زميل جديد لنا من الأردن الحبيبة، مكمل لمسيرة زملائنا المبدعين حازم وكاثي اللي كانوا يمثلون الأردن أفضل تمثيل في هذا البرنامج العربي. خلينا نرحب بزميلنا إبراهيم، نتمنى له التوفيق في خطواته الأولى في هذا البرنامج. مساء الخير، منورنا إبراهيم، يا رب التوفيق. شكرا إلى. شكرا أحمد، أهلا وسهلا فيك يا إبراهيم، وبإذن الله يعني بتكمل على مسيرة حازم وكاثي اللي كانوا خير سفرة ويعني ومثلوا نشامة الأردن أجمل تمثيل. وكمان خلونا نوجه تحية لزميلتنا شافية اللي ما قدرت تكون معنا اليوم بسبب ظرف صحي، ونحكي لها ونطمنها إنه مصر بقلوبنا وبعيوننا، وإنه اليوم إحنا الصوت العربي الموحد، صوت مصر، صوت فلسطين، صوت العراق، وصوت الأردن. الأردن اللي فيها صوت جديد بعبر عنها. أهلا وسهلا يا إبراهيم. شكرا لك ياسمين، وشكرا لك أحمد على هذا الترحيب. أهلا وسهلا، أي وجدت أهلا لا غرباء، ونزلت سهلا أي موطنا سهلا. فعلا لم أجد نفسي غريب في مصر الحبيبة، جئتكم من أردن النشامة يعني لنكمل رسالة زميلي كاثي فراج وحازم رحاحلة. شكرا على هذا الاستقبال، ورسالتنا في النهاية واحدة، نورتنا يا إبراهيم. إذا بعد ما رحبنا بزميلنا إبراهيم نبدي محور حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا بيت للكل. حقيقة الشغل الشاغل لكل العالم اللي كنا في السابق ما مهتمين به هو التغيرات المناخ في بلدان العالم بسبب التطور والتكنولوجيا والمصانع والمعامل، بالإضافة إلى التلوث البيئي الكبير الحاصل في كل بلدان العالم بسبب النتاجات الخاطئة اللي الإنسان بقصد أو دون قصد كان هو المسبب الرئيسي في تلوث البيئي. درسنا في المدارس، كنا نتعرف على الفصول، يمر في فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة، وفي الشتاء يكون الجو بارد، بالإضافة إلى الأجواء الربيعية اللي تكون ممتازة ومعتدلة. تغيرت كل المفاهيم بسبب تغيرات الطارئة على المناخ. كل هذه الأمور هي مؤثرات كبيرة على حياة الإنسان في كل بلدان العالم. نعم فعلا أحمد، هناك العديد من التأثيرات عالميا يعني بسبب التغير المناخي، وإحنا نتحدث عن الاقتصاد تحديدا الآن. يعني هذا الباب الذي يعني يؤرق جميع بلدان العالم. كثير من الأشخاص بتسألوا ما يعني الرابط ما بين الاقتصاد والتغير المناخي. نعم هناك رابط، وهناك العديد من الدراسات التي أجريت، وهناك شركة إعادة تأمين عالمية وهي أكبر شركة قامت بالعديد من الإحصائيات، وجدت بأن هناك سبب للإنفاق الحكومي بشكل كبير جدا على الزراعة وعلى الأمراض التي تسبب بها التغير المناخي، وأيضا البنية التحتية التي تتأثر نوعا ما. وجدت أيضا أن هناك خسارة الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار، إحنا عم نتحدث في عام 2050 وهو ما هو متوقع حتى عام 2050، وأيضا حتى درجات الحرارة هناك فرصة يعني لزيادة درجات الحرارة عالميا حتى عام 2050 ما بين درجتين إلى 2.6 درجة مئوية، وخسائر اقتصادية عالمية والعديد من المواضيع. أكيد يا إبراهيم وأكيد يا أحمد، إذا إن كان هنالك سبب من الممكن أن يجعلنا نذوق ناقوس الخطر يؤثر على البشرية جمعاء، أفراداً أم دول، أغنياء أم فقراء، متطورين أم متخلفين، في كل مكان، كبراً كنا أم صغار، فهو التغيير المناخي، لأنه يؤثر بشكل مباشر على صحتنا كإنسان يسكن هذه الأرض. هنالك مجزرة خضراء كما أسماها المدافعين عن البيئة، تؤثر بشكل يومي على صحة الإنسان. المعلومات مزدحمة والمعلومات كثيرة، دعوني أخبركم مثلاً عن التغيرات المناخية التي أدت إلى حدوث الكثير من المخاطر البيئية، مثل ثقب الأوزون، فقدان التنوع الحيوي، الضغوط على الأنظمة المنتجة للغذاء، وانتشار الأمراض المعدية، وهذا ما عانينا به خلال العقود الأخيرة. نحن نتحدث عن حياة 160 ألف إنسان منذ عام 1950 انتهت بسبب التغيرات في المناخ وبسبب الكوارث التي لحقت ذلك. إذن يا ياسمين، ناقوس الخطر شكل تأثيرات كبيرة على كثير من مفاصل الحياة. مفاصل مهمة هي اقتصادية وزراعية وحركة ملاحة وطيران، وكل هذه الأمور
تأثرت بسبب تغيرات المناخ الحاصلة على كل بلدان العالم، والبعض من عدها إذا كانت زيادة في الحصة المائية راح يسبب إلى غرق بعض البلدان والدول، وهذا راح يأثر على اقتصادها وعلى منتجاتها الزراعية، بالإضافة إلى بلدان تمنع عنها إيراداتها من الموارد المادية والمائية اللي راح يقلل نسب كبيرة من منتجاتها الزراعية. تجريف الأراضي وإزالة الحزام الأخضر اللي موجود في بعض المناطق وتحويل جنس الأرض من زراعي إلى سكني، وشاهدنا بناء العمران الكبير والبنايات والمعامل والمصانع، تأثيراتها كبيرة وسلبية على كل البلدان، بالإضافة إلى تغيرات المناخ أثرت كبيراً حتى على السياحة في كل بلداننا العربية، لأن كنا نعرف التوقيتات المناسبة بأن يكون الجو معتدل في هذه المنطقة، فيقدر السائحين بأن يزورون هذه المناطق حتى الاستجمام والاسترخاء في بعض الأوقات في كل بلداننا العربية. فهذه التأثيرات هي طارئة على كل مفاصل الحياة، ويجب أن نتخذ خطط كبيرة من خلال الإرشادات والتوعية من المنظمات العالمية حتى نقلل نسبة التلوث والاحتباس الحراري الحاصل بسبب الاستعمالات الخاطئة والمصانع والمعامل اللي كان أثرها الكبير بيد الإنسان. نعم فعلا أحمد، يعني كلام صحيح، وتأثيرات راح نشوفها في كل نواحي الحياة. تحدث إحنا عن الصناعة، عن الزراعة، عن الاقتصاد وغيرها من الأمور، ويمكن واحدة من الأمور التي تواجه الأردن تحديدا التصحر وارتفاع درجات الحرارة أو التغير المناخي التي يشهده، وهناك تقرير أيضا سيبث الآن في هذا الخصوص. نتابع التقرير معا ونعود، خليكم معنا. يعد الأردن من أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية، وخصوصاً بعد التراجع والتذبذب الكبير في أنماط الهطول المطري والتراجع الملموس في توزيعه، وخصوصاً على المناطق الغربية، وتراجع نسبته في المناطق الشرقية والجنوبية إلى 30%. أكثر من 90% من أراضي الأردن ينخفض فيها الهطول المطري عن 200 ملم سنوياً، ومعدل سقوط الأمطار طويل الأمد يبلغ نحو 95 ملم سنوياً، فالأراضي الصحراوية الجافة تشكل نحو 38% من مساحة البلاد في وقت تتزايد فيه الاحتياجات لمختلف الاستخدامات عام بعد آخر، وبخاصة بعد موجات اللجوء وآخرها أزمة اللجوء السوري، إذ أن الأردن يحتاج إلى نحو 1.4 مليار متر مكعب سنوياً، بينما لديه عجز يصل إلى نحو 500 مليون متر مكعب سنوياً. من الآثار المترتبة على ظاهرة التغير المناخي، إذ أن ازدياد شدة الهطول الناتجة عن ازدياد التبخر وزيادة الرطوبة الجوية ستزيد من انجراف التربة، وهذا سيؤدي إلى التصحر، وكما تعلمون منطقتنا تعاني من التصحر أصلاً، فهذا سيزيد من الأراضي الصحراوية والذي يقلل من المساحات المزروعة. وكما تعلمون الزياد اللجوء في الأردن وخاصة اللجوء السوري يتطلب المزيد من الغذاء، وهذا لن يتوفر إلا بالمعالجة السليمة والدراسات السليمة لزيادة الرقعة الزراعية. ثانيا، من الآثار المترتبة على التغير المناخي الفيضانات، وكذلك الجفاف السدود في موسم الصيف، إذ أن الأردن كما تعلمون يعاني من ازدياد الطلب على المياه نتيجة للجوء السوري، وهذا سيؤدي إلى ازدياد الطلب على المياه. اتخاذ إجراءات حقيقية على الأرض لمواجهة التغيرات المناخية ورفع مستوى الاستعداد للأضرار التي يمكن أن تنتج عنها الجفاف والتصحر وفقدان أنواع كثيرة من الأشجار والنباتات والأعشاب، بالإضافة إلى هجرة الحيوانات والطيور والفيضانات، ويجب أن يكون في مقدمة الأولويات لمواجهة هذه المتغيرات. وهذا الشيء يتطلب منا الآن أن نتعامل مع أزمة على هذا المستوى،
بحيث توضع الاستراتيجيات الخطط لكي تكون قادرين ليست كدولة واحدة بل مجموعة الدول التي يمكن أن تتأثر بهذه الظواهر بأن تكون يدا واحدة في مواجهة مثل هكذا أزمات. اليوم أصبح لدينا ضرورة أن نجد التشريعات الملائمة التي تمنع أي شخص من العبث أو افتعال الحرائق أو حتى الإهمال اللي إحنا بنشوفه في بعض الأراضي اللي بتركوها أصحابها بور بحيث أنه ممكن تكون سبباً لهذه الحرائق. بنفس الوقت لابد أن من صانع القرار أن يولي انتباهاً شديداً إلى البنية التحتية لأنها هي العمدة الرئيسية على المقدرة على استيعاب ما يمكن أن ينزل من أمطار أو يهطل من أمطار في فصل الشتاء بحيث لا نرى هذه الفيضانات التي لم نكن نراها بالسابق. إذن نحن بحاجة إلى أن تكون لدينا قرارات جريئة وخطوات جريئة ليست على مستوى الفرد ولا على مستوى الجماعة ولا على مستوى الدولة بل على مستوى مجموعة الدول التي تتأثر بهذه الظواهر والتي لا بد لها أن تتكاتف وتتعاضد على مستوى صناع القرار على مستوى العلماء على مستوى الباحثين وحتى على مستوى المواطنين فيها لكي نتفادى هذه الأضرار إلى الحد الأدنى الذي يجعلنا قادرين على أن نتعايش مع هذه الظواهر بل قد نكون قادرين على أن نسخر بعض هذه المحن لتصبح منح بحيث الاستفادة من كميات هطول الأمطار تعبئة السدود عمليات جني أو الحصاد المائي وما شابه. التأثيرات انعكست سلبا على القطاع الزراعي والذي بات يعاني نقص مياه الري وتأخر المواسم الزراعية وتداخلها وآثار ذلك على تدني أسعار البيع. هناك تأثيرات سلبية انعكست على القطاع الزراعي الأردني من حيث شح المياه وبالتالي تأخر في المواسم الزراعية وتداخل في هذه المواسم الزراعية وزيادة كلف الإنتاج أدت إلى قلة وتدني الأسعار وبالتالي انعكس سلبا على المزارع الأردني وعلى الوضع الاقتصادي بشكل عام. اليوم احنا بنطالب التوجه إلى ما يسمى بالحصاد المائي وأيضا قيام الدول الغنية بالتزاماتها وإيفائها بهذه الالتزامات تجاه الدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية العالمية. الأردن يتمتع بتضاريس جغرافية مميزة وتنوع حيوي فريد وبيئة استثمارية خصبة ويتبنى سياسة تصميم وتنفيذ المشاريع الكبرى والتي من شأنها تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحلية وهو الأمر الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من التنمية الشاملة والتي تعزز بدورها أمن واستقرار المجتمعات. مشاهدينا مكملين معكم حول التغيرات المناخية ويبدو أن الجغرافيا تعيد كتابة التاريخ وتصنع له بوصلة جديدة إذا لم ننتبه إلى ما تقوله الطبيعة لنا. مصر انتبهت مبكراً لذلك اختيرت أن تستضيف قمة المناخ العالمي للأمم المتحدة COP27. نتحدث عن هذه القمة التي ستعقد في عام 2022 في نوفمبر. بعد الفاصل والدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد لنرى تأثير التغير المناخي علينا وعلى العالم أجمع. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل لإكمال حلقتنا من برنامج بيت الكل. خلونا مشاهدينا نرحب بضيفنا الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد في حلقتنا من برنامجنا العربي بيت الكل وناقوس الخطر اللي يشكل على العالم اليوم بسبب تغيرات المناخ. نرحب بك دكتور مرة ثانية وحياك الله ومنورنا. أهلا بحضرتك. أنا سعيد أن أنا موجود معكم. حياك الله دكتور. اليوم نتحدث عن تغيرات في المناخ ناقوس خطر بالنسبة للشعوب العربية والعالم. برأيك تغيرات المناخ متى تنتهي وهل وصلت تغيرات المناخ إلى ذروتها في وقتنا الحالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا في البداية برحب بكم ويعني وسعيد أن أنا موجود معكم النهاردة في برنامج الجميل جدا بيت الكل. التغيرات طبعا المناخية نقدر نقول عليها إحدى القضايا الشائكة الأكثر إلحاحا في الفترة الأخيرة. يمكن البعض يتصور أن يعني تلك القضية هي قضية حديثة نسبيا، يمكن حديثة نسبيا كاهتمام الشارع واهتمام المواطنين عامة المواطنين، ولكن هي طبعا كانت مسار للجدال ومسار للبحث والمناقشات
منذ التسعينيات تقريبا ابتدى تكون فيها الدراسات في قضية المناخ تكتر بشكل كبير، وابتدوا يتحدثوا ان خلال عقود هنبتدي نصل الى مرحلة ان ممكن تكون في بعض المناطق في العالم لا تصلح للمعيشة، ويمكن ايضا وللأسف المناطق دي اغلبها تكون موجود مبدئيا في الشرق الاوسط نتيجة الارتفاع الكبير اللي موجود في درجة الحرارة. وطبعا انت حضرتك سألتني هل هي الظاهرة دي هتنتهي امتى؟ طبعا طول ما الصناعة شغالة والنشاط الاقتصادي الإنساني شغال بيجور على البيئة وبينتهك البيئة وخصوصياتها وبيلوث في الجو وبيطلق انبعاثات كربونية وظاهرة الاحتباس الحراري موجودة، أكيد الظاهرة دي كل سنة هتتفاقم عن السنوات اللي قبلها. نعم، دكتور تحدث بأن هناك العديد من الدول التي ستتأثر، من هي الدول الأكثر تأثراً بالتغييرات المناخية؟ وأيضاً تحدث بأنه في الشرق الأوسط تحديداً، حدثني أكثر. طبعاً إحنا برضو لما نقول ما هي الدول اللي سوف تتضرر، كان الدراسات والأبحاث والتصورات والتقارير إن بيتكلموا طارة الدول الأفريقية أكثر تضرراً، طارة منطقة الشرق الأوسط لأن فيها الصحراء الكبرى أكثر تضرراً، بعض الدراسات تحدثت عن المدن اللي هي ليها سواحل خاصة على المحيطات هتكون برضو من الدول الأكثر تضرراً، ولكن إحنا في النهاية لازم نعود إن الجميع سوف يتضرر بنسب متفاوتة، ولكن الضرر سوف يعود على الجميع، ولكن إحنا بنقول إن الدول الغنية أو الدول المتقدمة هتكون الأكثر قدرة على التكيف مع تلك الأصال لأنها عندها إمكانيات مادية. على الرغم من إنها السبب، إحنا بنحكي عن إنه الدول المتقدمة والصناعية هي أكثر الدول المسببة للتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، لكن في المقابل أنت بتتحدث عن إنه الدول العربية والإفريقية والمنطقة منطقة الشرق الأوسط هي أكثر عرضة، لماذا طبعاً فعلاً زي ما حضرتك أشرتي إن الدول الغنية اللي هي شاملة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. على وجه الخصوص الصين على فكرة أكتر دولة في العالم لها انبعاثات كربونية، ثم الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، أكثر دول مساهمة بشكل كبير في الانبعاثات الكربونية وظاهرة الاحتباس الحراري، بل أن الدول الصناعية أو أكبر 17 اقتصاد على مستوى العالم بيساهموا بشكل مباشر في 85% من تلك الظاهرة. فإحنا كنا بنقول ليه المنطقة العربية أو الشرق الأوسط الأكثر تضررا؟ طبعا فيها مجموعة من الدول كبيرة جدا بتطل على المحيط، ايضا البحر المتوسط، فده طبعا هينعكس على احنا كلنا عارفين ظاهره ذوبان الجليد في القطبين. نعم. في القطب الشمالي بالفعل في القطب الشمالي، وبالتالي لما ترتفع درجه الحراره في جبال من الجليد بتنهار وبتذوب في الماء. انا برضه عايز اقول ان الجبال المتجمده دي موجوده منذ الاف السنين. وطبعا بالفعل لما بنوصل لتلك الظاهره تماما هو راح يكون في تأثير على حركة النقل والمواصلات كمان برا وبحرا وجوا. ما تأثير التغيرات المناخية؟ إلى أي مدى سيؤثر في العالم؟ بالنسبة لدرجة بالنسبة للمواصلات احنا بنقول هنا ان اي تغير مناخي هيترتب عليه آثار سلبية ده هينعكس على البنية التحتية. البنية التحتية أكيد هتكون متضررة من ارتفاع منسوب المياه طبعا، هيترتب عليه أن البنية التحتية في مدن ممكن تدمر بشكل شامل خطوط الكهرباء، شامل الطرق، شامل خطوط السكك الحديدية، أكيد هيكون لها انعكاسات سيئة طبعا على وسائل النقل المتاحة وعلى الطرق. طبعا أن كل متر هيرتفع في منسوب المياه ده في مدن هتختفي بالكامل طبعا. للأسف المدن دي اما جينا نتحدث قالك هيكون في منها مصر، اسكندرية مهددة، الدلتا مهددة، تونس ايضا مهددة، الموريتانيا والمغرب المدن الساحلية مهددة، ايضا الاردن من الدول اللي مطلة على مشطئة لبحار وطلع على مسطحات مائية مهددة. يبقى كل المدن اللي هي موجودة على مطلة على بحار والمدن دي كانت بتعتبر أيقونة لدولها على فكرة، لأن يمكن الدول مثلا اسكندرية لمصر كل المدن الأخرى اللي موجودة في باقي الدول دي بتعتبر أيقونة لتلك الدولة أو بتعتبر عاصمة صيفية، فللأسف دي هيكون عليها ضرر كبير وهتكون من المناطق اللي تتضرر. دكتور هذه المشكلة هي عكسية حقيقة. احنا راح استسمحك دقائق بسيطة راح نتحول للعراق لتقرير خاص بتأثيرات المناخ. انت حضرتك ذكرت بأن ارتفاع مناسيب المياه في بعض البلدان ممكن يؤدي إلى دمار الاقتصاد بها والزراعة وكل هذه الأمور. إحنا الصورة تختلف في العراق، هناك قطع للمياه من بعض منابعها وتقليل الحصة المائية بالنسبة للعراق
أثر تأثير كبير على النتاج الزراعي بالنسبة للعراق، وأيضا مخلفات المصانع وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو أدى إلى يعني تلوث البيئة بشكل كامل. راح أنا وحضرتك والمشاهدين وزملائي نتابع تقرير من العراق، وبعدها نكمل الحديث حول تغيرات المناخ. إذا مشاهدينا نتابع التقرير من العراق وبعدها نكون متواصلين. تلوث، تصحر، شحة في المياه، أزمات تتفاقم شيئا فشيئا في العراق الذي دخل على خط أزمة المناخ العالمية والناتجة من تصاعد معدلات الاحتباس الحراري. الوقوف بوجه ذلك يتطلب جدية في اعتماد مصادر الطاقة البديلة وإيجاد معالجات للتضخم السكاني والتوسع العمراني. الاستخدام المفرط في ثاني أكسيد الكربون وكثرة المصانع أدت إلى زيادة تراكيز بعض الغازات، هذه التراكيز ولدت نوع ما يسمى بظاهرة تسمى بالاحتباس الحراري، بمعنى أنه أصبح الغلاف المحيط بينا أشبه بالفرن لزي درجة الحرارة. الزراعة هي الخاسر الأكبر من جراء استمرار التغيرات المناخية التي قللت بنسب كبيرة المساحات المزروعة وأثرت على محاصيله المهمة كالحنطة والشعير. فأزمة العراق المائية مع دول المنبع تتطلب استراتيجية حكومية تضمن بناء السدود والخزانات واعتماد وسائل الري الحديثة. هاي الشحة بالمياه أدت إلى قلة المحاصيل الزراعية وكذلك حصول التصحر اللي أدى إلى انكماش الرقعة الزراعية اللي صالحة للزراعة. هذا ايش أدى بدوره؟ أدى إلى انخفاض الناتج الزراعي في العراق. خلينا نتكلم عن العراق كبلدنا. انخفض الحاصل الزراعي بالعراق. يعني سابقا كان مثلا محصول الحنطة يوصل 5 ملايين أو 6 ملايين طن. بهاي السنتين الأخيرة وصل إلى 50%. ما إن تلتزم البلدان ببنود اتفاقية باريس للمناخ وتكون هنالك جدية حقيقية في تطبيق متطلبات البيئة المستدامة، حينها يمكننا مواجهة التغيرات المناخية. لبرنامج بيت للكل، حسن الفواز، بغداد. رجعنا مشاهدينا بعد ما تابعنا تقرير العراق. حقيقة الكلمات مؤثرة حول التأثيرات السلبية بالنسبة لاستخدام المصانع وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى شحة المياه بما أنه دجلة والفرات، لكن قلة الحصة المائية من منابعها. دكتور، من خلال هذا التقرير شاهدنا المتحدثين يتحدثون عن قلة النتاجات الزراعية ومغادرة الفلاح للأراضي الزراعية واقتصاد البلد اللي يعتمد مو فقط على البترول، على الزراعة وعلى المصانع والمعامل. برأيك شنو الحل لهذه المشكلة؟ ونعرف هناك كانت اتفاقية باريس عام 2015، كانت هناك بنود تحاول تستخدم الطاقة البديلة وتقليل الانبعاثات المصانع والمعامل، ولو نشاهد إلى اليوم الالتزام بهذه البنود. يعني قضية المناخ، أنا زي ما كنت قلت في بداية كلامي، قضية يعني شائكة وملحة، ولكن بقى المشكلة الكبرى اللي بتواجهنا عدم التزام الدول الكبرى بالتمويل، لان احنا زي ما قلت ان الدول الفقيره او الدول الناميه والدول العاديه والدول الافريقيه ما عندهاش الامكانيات الماديه ان هي تجابه وتتكيف مع تلك الازمه او مع الاضرار اللي في تلك الازمه. ولكن احنا طبعا كان في تم طرح صندوق، في صندوق بمئة مليار دولار لخدمه الدول لدعم الدول المضررة. ولكن طبعا الكلام كله في التمويل حتى الآن لم يرتقي إلى التنفيذ، كلها اقتراحات وتوصيات. برضو الاقتراحات والتوصيات اللي بتكون بنقول عليها في أغلب المؤتمرات المناخ، يعني لحد الآن ما اتخذتش جدية بالشكل المفهوم. وعلى الرغم أننا زي ما قلت أن الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي هي المسؤول الأكبر عن تلك الظاهرة، ولكن مساهمتهم ضعيفة جدا حتى الآن. الأمر حتى اللي خلى أن مثلا على سبيل المثال الرئيس الأمريكي السابق ترامب قال لك أنا هنسحب من تلك الاتفاقية ومش هشارك فيها،
وبل ان يعني الانبعاثات الكربونيه في عهد ترامب وصلت الاعلى على الاطلاق. يعني كان اوباما كان يعني شويه مهتم بقضايا المناخ والبيئه، والرئيس الحالي بايدن يعني ابدا اهتمامه، لكن يعني كان ترامب هو اللي افرط حتى في انتاج البترول واستخدامه واستهلاكه، الامر اللي خلى الانبعاثات الكربونيه تزيد الى يعني الاقصى درجه في الولايات المتحده. يبقى احنا هي قضيه التمويل هي القضيه الاساسيه بالنسبه لنا. ما هو التمويل؟ هنوفره منين؟ يمكن كان في المؤتمرات الاخيره باريس وجلسكو اللي كانت من بضعة أشهر تم الحديث عن إن إحنا محتاجين نوفر $100 كضريبة أو كتكلفة للكربون. يبقى تكلفة الكربون $100 لكل طن علشان تاخد $100 دول ونقدر ننفق بيهم على التغيرات المناخية وكيفية التكيف معها. نعم، يعني دكتور احنا نتحدث الآن على نطاق واسع، الآثار الاقتصادية وغيرها من الأمور اللي راح تتأثر بسبب التغير المناخي، ولكن نتحدث على نطاق أضيق. يعني نحن الآن نتحدث عن مواطن عادي عم بيعيش حياته بشكل طبيعي، كيف سيشعر بهذا التغيير، تغيير المناخي؟ هل سيتأثر يعني بهذا الموضوع بشكل ملموس بدرجات الحرارة وغيرها من الأمور؟ طبعا أنا زي ما قلت من شوية، جبال من الجليد زابت وانهارت في القطب. انا عايز اقول ان الجبال دي مثلا يمكن المواطن يعني تعدى عليه الكلمه دي او الجمله دي مرور الكرام، لكن عايز اقول ان الجبال دي ممكن تكونت من ملايين السنين، وان هي تذوب صعب نرجعها تاني، نرجعها جبال جليديه الكلام ده صعب. وبالتالي ده بينعكس على ارتفاع منسوب المياه زي ما قلت. هتبتدي في على فكره في مدن الان بعض الجزر عفوا غرقت بالكامل. نعم. حصل عليها ضرر كبير في المحيط الهادي على سبيل المثال. ايضا ارتفاع كبير في درجات الحراره، ده احنا كلنا كمواطنين بنلاحظ ان كل سنه درجه الحراره اصعب من السنه اللي قبلها. موجات البرد اللي بتيجي عندنا ده برد قارس يمكن احنا ما شفناهوش، صار يعني يختلف علينا الموضوع. فاصبح صح. ايضا ظاهره التصحر وانعكاس والاعاصير المداريه في الولايات المتحده وخلافه. ابتدينا نشوف امطار في الصيف وموجات حاره بتيجي في الشتاء، وموجات حاره يمكن شديده جدا ابتدت تموت الناس كمان. ان انعكاسات التغيرات المناخيه على المواطن البسيط بان ممكن تاثر على الغذاء مثلا على سبيل المثال، ما تيجي موجه برد شديده قوي بتدمر خضروات وبتدمر الفواكه، نبتدي نلاقي بعدها في شح في بعض السلع والمنتجات الغذائيه. نعم. وفيضانات سيول، كل ده يعني مصر يمكن حصل فيها سيول في مارس السنه اللي فاتت ما شفناهاش قبل كده. فده كله يعني بتبقى نتيجه بتتضرر بيها المواطن العادي البسيط بالفعل، بالاضافه الى درجات الحراره. ابتدينا مثلا ابتدى المواطن يتكلف تكييف، جهاز اجهزه تكييف ومراوح، او في الشتاء دفايات وخلافه. ده كله ده تكاليف بتبقى على المواطن. فده نقدر نقول بشكل مبسط تاثير ده، وده يمكن التاثير الاولي على فكره. يعني احنا ما وصلناش للمرحله الأسوأ، تأثير الأولي للتغيرات المناخية وتلك الظاهرة على المواطن البسيط اللي عايش حياة عادية ومش حاسس هو إيه اللي بيحصل بالضبط، حاسس بشوية حرارة بشوية برودة، ولكن ده مبدئي بشكل مبدئي. بكفي إنه إحنا نحكي اليوم رح يصير في عنا شح في المواد الغذائية، شح في الموارد الطبيعية، شح في الحياة كمان، لأنه عم نلاحظ التصحر والجفاف عم بيؤدي إلى مجاعات. فكل هذا الحكي متواصل رح يؤدي في النهاية إلى يعني هلاك البشرية بأكملها إذا لم ننتبه بالفعل إلى ما يحدث من التغيرات المناخية. خلينا نحكي بشكل عام عن تأثير التغيرات المناخية على الجانب الصناعي في حياتنا في العالم أو في الدول العربية أو يعني بشكل عام. الصناعة دايما والمصانع بتعمل على التنافسية، يعني التنافسية تخفف انتاج تخفف عفوا التكلفة الى اقل ما يكون. وبالتالي انك انت دلوقتي مع القيود الجديدة اللي هتكون على الصناعة وعلى الانبعاثات، فاحنا محتاجين ننقي، محتاجين نطور، نستخدم تكنولوجيا احدث، فمحتاجين تكلفة اكتر. وبالتالي انا زي ما قلت ان كان من توصيات مؤتمرات المناخ السابقة $100 لكل طن انبعاثات. طن انبعاثات ده بتطلع من المصانع، فبالتالي كل مصنع مطالب انه يزود في التكاليف اللي عنده علشان يعمل نوع من انواع الفلاتر والمرشحات اللي هي بتساهم في تقليل الكربون بقدر المستطاع. وايضا بيتكلف بقى، يعني كان في مبدأ ارسوه الاقتصاديين، الملوث يدفع، الدولة اللي لوثت تدفع، المصنع اللي لوث تدفع. هنا هنخش في مجال الصناعات الثقيلة والحديد والأسمنت والكيماويات وكل الصناعات الملوثة للبيئة واللي بتطلق ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة، فهي مطالبة بقى
مع الالتزام العالمي الجديد، وهي دي التزامات دولية ومطالبة الدول المتقدمة ان هي تحد من الانبعاثات عن طريق توفير اساليب تكنولوجية حديثة يمكن تكون في البداية مكلفة، ولكن تلك الصناعات مطالبة انها تستخدم الالات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة اللي هي نقدر بقدر المستطاع ما تصدرش او ما تطلعش انبعاثات كربونية وفي نفس الوقت تكون الجودة بتاعتها مرتفعة. دكتور، نتحدث عن اقامة مؤتمر قادم كوب 27. حقيقة مؤتمرات كثيرة وبنود كثيرة كانت في السابق، وهذا المؤتمر في مصر ايضا سيكون هو للتغيرات المناخية الحاصلة. من الدول المشاركة في هذا المؤتمر، وايضا شنو اللي راح يختلف عن سابقاته؟ ما هي المخرجات التي ستكون في القادم بالنسبة للوطن العربي والعالم؟ طبعا يعني احنا قلنا ان اغلب دول العالم بتشارك، يمكن 200 دولة هتشارك في مؤتمر المناخ القادم اللي مصر تستضيفه ان شاء الله، وكان تقريبا 200 دولة او يمكن تزيد، نفس ال 200 دولة اللي شاركوا في المناخ. يعني عدد الدول مش مهم هنا، هم معروفين عدد الدول، الدول الصناعية الكبرى دي الدول المهمة بالنسبة لنا، وايضا هي الدول اللي تمول، هي الدول اللي محتاجين منها التمويل. يعني وفقا ل وكالة الطاقة او الوكالة الدولية للطاقة، ان في عام 2019 كان الانبعاثات الكربونية ثاني اكسيد الكربون الملوث للهواء وهو صاحب المشكلة الكبيرة دي 33 مليار طن. فبالتالي احنا محتاجين نقلل ده لصفر على عام 2050 عشان نحافظ على درجة الحرارة اللي احنا متفقين عليها 1.5-2 درجة مئوية، ما تزيدش عن كده. وبالتالي انك انت علشان تحاول انك انت تصل الى صفر، فانت محتاج ان كل دولة من كل دول العالم تنفق لا يقل عن من 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي. ده مبالغ باهظة طبعا وتكلفة كبيرة جدا، لكن احنا هنا يجب ان نضع في الاذهان ان التكلفة هتكون اكبر لو احنا استمرنا على الوضع اللي احنا فيه. ان كان في مثلا على سبيل المثال كان صندوق البنك الدولي تحدث ان استمرار الوضع كما هو عليه هيوصلنا ل 7% خسارة من الناتج المحلي. البنوك المركزية في تقرير اخر تكلمت عن 13% خسارة. وبالتالي احنا الحل الافضل والاوفر والارشد اقتصاديا ان احنا نصل الى مرحله التكيف ونقلل الانبعاثات الكربونيه. يبقى احنا التوصيات بتاعت المؤتمرات اللي فاتت والقادمه هي واحده، تقليل الانبعاثات الكربونيه، ولكن الجديد اليه التنفيذ. الجديد انك انت تحاول تجبر الدول الكبرى ان هي تنفذ وتوري لها على ارض الواقع ان التكاليف الباهظه هتكون في المستقبل لو احنا ما قللناش الانبعاثات الكربونيه الى صفر تقريبا، مع في نفس الوقت نشتغل ان الانبعاثات العالقه في الجو نحاول نزيلها. ازاي تزيل العالقه في الجو دي؟ بتبقى مشكله اخرى، سواء نطرح التكنولوجيا الحديثه والتصورات وكل دوله تطرح كيف يتم ازاله تلك الملوثات وثاني اكسيد الكربون العالق في الجو اللي نسبته تقريبا وصلت 45% عن نسبة قبل عالية. الثوره والتطور الصناعي اللي حدث منذ 150 عام. يعني لا شك بانه هذه المؤتمرات تخرج بتوصيات ايجابيه، والوعي مطلوب من جميع الدول لتطبيق اكثر لهذه التوصيات والتزام اكثر. تحدثنا عن المؤتمر الذي سيكون قادم اللي هو كوب 27، ولكن المؤتمر الاخير الذي يعني عقد كوب 26، ما هي اهم التوصيات التي خرج بها؟ وهل هناك يعني دول تلتزم نوعا ما بتطبيق هذه التوصيات؟ وتحدثت بانه الدول المتقدمه او الدول الكبيره هي التي تؤثر بشكل كبير على التغير المناخي، هل يقوموا بالتزام او تنفيذ على ارض الواقع؟ طبعا كان مؤتمر جلاسكو هو اللي ابتدى تحدث انه يلزم الدول بال $100 تكلفه ازاله طن كربون. ده كان في المؤتمر اللي فات، وان هو بيحس الدول المشاركه ان هي تبتدي تشارك في هذا. هل هناك تنفيذ؟ التنفيذ على ارض الواقع لا، التنفيذ ضعيف جدا جدا على ارض الواقع، ولكن احنا ابتدينا نشوف ايه، يعني ان في شركات من القطاع الخاص، وابتدت حتى ان في الولايات المتحده في 12 وكاله وجهه امريكيه كبرى اصدرت تقرير ان الولايات المتحده ممكن تخسر في العام ما يقترب من 100 مليار من الدولارات لو استمرت الازمه بالشكل ده. لان الولايات المتحده ايضا يعني عانت من اعاصير ومن من فيضانات وسيول وتقلب مناخي كبير، المفروض تبتدي الولايات المتحده تساهم في كده. ابتدينا نشوف في شركات في القطاع الخاص على فكره، وايضا بالشراكه مع شركات حكوميه في انجلترا على سبيل المثال، ان هم ابتدوا يتحدثوا عن بدايه عمل نقول عليها جماعي. نعم جماعي، عمل جماعي وعمل نقول حاجه زي فلاتر هواء عملاقه. نعم. معامل تنقي الهواء
موجودة تبقى موجود منتشرة في كل دول العالم علشان هي اللي تنقي الكربون. ما احنا الكربون ازاي هنزيله من الهواء؟ يعني برضو احنا نقول ان الاشكالية، انا قلت ان في 2019 33 مليار طن، ما هو من 150 سنة في انبعاثات كربونية. صحيح. احنا بنتكلم على اكتر من الانبعاثات في زيادة ودرجة حرارة الارض بالفعل كمان في، يعني عايز اقول ان الهواء عالق فيه ما يقترب من 800 الف مليار عالق في الهواء، وبالتالي انك انت محتاج تعمل لهم ازالة. فانا قلت ان المعامل دي او الفلاتر العملاقة هتكون موجودة في كل دول العالم، يعني الحديث عن 30 الف معمل يقوم بعملية تنقية الهواء، الهواء تكون فيها شفاطات عملاقة، احنا بنقول عليها شفاطات او تسحب الكربون من الجو وتبتدي تخزنه وتحبسه في مكان معين ويبتدي يتم وضعه في الارض في نفس الاماكن اللي كانت خرج منها البترول. يعني دكتور احنا بنامل بانه يكون في تغيير ايجابي نحو الافضل وتطبيق اكثر لهذه الاجراءات لتخفيف اثر التلوث بشكل عام والتغير المناخي يعني ايضا بشكل عام بكل دول العالم. رح نكمل هذا اللقاء ولكن اسمح لنا ان يعني نخرج الى فاصل ونعود، خليكم معنا راجعين. مشاهدينا مكملين معكم في هذه الحلقة من برنامج بيت للكل، عم نحكي عن التغيرات المناخية وأثارها من التصحر والجفاف والأعصار المدارية والعديد من الآثار التي نشهدها في حياتنا اليومية كأفراد وفي حياتنا بشكل عام كأمم وكعالم. متى سيبدأ يعني العالم في تنفيذ ما يخرج من توصيات في كل المؤتمرات المناخية والبيئية، وهل سيكون المؤتمر القادم أيضا يحمل ذات الشيء؟ طبعا إحنا ما نقدرش نقول إن العالم لم ينفذ، ولكن ابتدينا ننفذ، ابتدينا نشوف على سبيل المثال اتجاه عدد كبير من الدول نحو آليات الطاقة النظيفة، ابتدينا نشوف إن في مصانع كبرى في أوروبا صناعة السيارات على سبيل المثال ابتدوا يتحولوا بشكل تدريجي وبنسبة كبيرة جدا لنحو السيارات الكهربائية. احنا عارفين ان الانبعاثات الكربونية ليس فقط انبعاثات مصانع، ولكن حتى ان العربيات احنا بنتكلم ما يقترب من مليار سيارة ولا حاجة ولا مليار مركبة موجودة في كل دول العالم، وبالتالي ده ايضا بتساهم بشكل او باخر في الانبعاثات الكربونيه. فبالتالي لما المصانع تبتدي تتحول نحو مثلا الات العملاقه تكون بالكهربائيه، يبقى بالتالي هتوفر. لما نتحدث على سبيل المثال دوله زي مصر لما تتجه نحو الاتوبيس الترددي والاتوبيسات الكهربائيه والاتوبيسات اللي تعمل بالغاز الطبيعي والتحول نحو وسائل النقل الذكيه اللي بتعمل بالكهرباء، فدي بالتالي وفرت بعكس وسائل النقل التقليديه القديمه اللي كانت بتستخدم المحروقات. فاكيد ده نوع من انواع التوجه، التوجه العالمي نحو صناعه الخدمات، ان يكون عندك صناعه الخدمات والتكنولوجيا الحديثه اللي هي بتوفر بقدر المستطاع. كل دي نقدر نقول عليها اتجاه عالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونيه بقدر المستطاع، لانك انت كل اله بتحولها من مستخدم للبترول او مستخدم للنفط الوقود الاحفوري بشكل عام ايا كان استخدامه الى اله بتستخدم الكهرباء او حتى بتستخدم الغاز الطبيعي، فانت كده وفرت ما يساوي انبعاثات كربونيه. فبالتالي انت بقدر المستطاع بنقدر نقول حتى على مستوى الافراد وعلى مستوى الشعوب وعلى مستوى حتى الشركات الصغيره ده بتقلل بقدر المستطاع. كل ما الدول الكبرى او حتى الدول العاديه عملت حوافز ضريبية للصناعات الصديقة البيئة اللي بتحافظ على المية، كل ده ما كان أفضل. كل ما احنا شفنا ان في سندات خضراء التوسع فيها ده بيترتب عليها انك انت بتقلل الانبعاثات الكربونية وبتحافظ على البيئة. دكتور هذه المتغيرات اللي تتحدث بها حضرتك هي مؤشرات لكل بلدان العالم بسبب الصناعة والتغيرات وازدياد عدد السكان وتأثيرات المياه والتلوث البيئي الحاصل. اليوم هذه المؤشرات هل هي مؤشرات خطرة بالنسبة لتغيرات مجرى الكون بشكل عام، أو هناك قدر من المستطاع بأن السيطرة على هذه المتغيرات في المستقبل؟ هل هو ناقص خطر بالنسبة للشعوب العالم؟ طبعا هي ناقص خطر بالفعل، ويمكن في دول كثيرة ابتدت ترفع الراية وتتحدث
تغيرات المناخية، نبتدي نساهم، نبتدي نشارك، نبتدي نقلل الانبعاثات الكربونية، نبتدي نرفع صوتنا ونتحدث في المنابر الدولية. يمكن مصر من الدول أيضا، رغم أن هي قضية، إحنا مصر دولة مش بتشارك في الانبعاثات الكربونية، ولكن نقدر نقول أن هي تتبنى أو أن هي تنظم المؤتمر القادم في مصر وفي شرم الشيخ. ده اكيد ان هو نقول ان يعني اهتمام عالمي كبير، وهنبتدي نسلط الضوء عليه، وان احنا ازاي نحاول نقلل الانبعاثات، وازاي نوضح للجميع ونوضح حتى للدول الكبرى ان انعكاساته هتكون على الجميع، وان الجميع هيكون متضرر بشكل او باخر. نعم، يعني دكتور، كيف يمكن ان نحافظ على توازن ما بين الحفاظ على الاقتصاد، يعني وهو ما يتعارض نوعا ما مع التوصيات التي تخرج بالتزام جميع الدول بإجراء بعض الأمور التي تحافظ على التغير المناخي أو تقلل من التغير المناخي، ولكن بدك تحافظ على الاقتصاد وأيضا بنفس الوقت بدك تقلل من الانبعاثات الضارة والتلوث وغيرها من الأمور، كيف يمكن تحقيق هذا التوازن؟ طبعا أنك أنت تعمل يحدث هذا النوع من التوازن هو موضوع صعب، ولكن إحنا في الأول محتاجين دور الحكومات والدول، ده رقم واحد، دور الحكومات والدول الكبرى، الدول الكبرى رقم واحد، ثم باقي دول العالم رقم اثنين، ثم نرسخ ثقافة التوازن بين الاثنين. طبعا الحفاظ على الاقتصاد وعلى عجلة الاقتصاد والنشاط الاقتصادي أمر مهم وحيوي جدا، ولكن في نفس الوقت لازم يكون عندنا بعد بيئي. عشان كده احنا ابتدينا نرى أجندة الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة، من ضمنها محافظة على البيئة، انك انت تتطور وتشتغل وتنشط اقتصاديا وتنتج وتصنع، ولكن لازم تضع في الاعتبار انك انت تحافظ على البيئه. ايضا ثقافه المواطن، نعم. المواطن لازم يتمتع بهذه الثقافه، ثقافه البيئه وثقافه الاقتصاد الاخضر، لانك انت اصبحت جزء من العالم واصبحت جزء من الدوله، وبالتالي انك انت الدوله ممكن نقول الدوله تتبنى هذا الاتجاه، صح. وهذا التصور، وتبتدي تعمل مثلا اليات او تعمل حوافز ضريبيه مثلا للانشطه الاقتصاديه اللي بتحافظ على البيئه وخلافه، وانت كدورك في تاتي في المرحله الثانيه كمواطنين وكمنظمات المجتمع المدني ان هي تبتدي تنشر هذا الوعي وتنشر فكره وثقافات، نعم. الحفاظ على البيئه. واحنا شفنا حتى مبادرات كثيره موجوده في عالمنا العربي، شباب مع البيئه وشباب للحفاظ على المناخ وخلافه، كل دي بتبقى مبادرات موجودة، ومع مرور الوقت الوعي هيزيد بشكل أو بآخر. إذن دكتور، لما نتحدث عن تغيرات المناخية نتحدث عن تغيرات مناخية عنيفة ومخيفة تحدث بشكل عام في الكرة الأرضية. إذا ما تحدثنا عن تأثيرها المباشر على الثروة السمكية والثروة الحيوانية في الكرة الأرضية. طبعا إحنا لما جينا كاقتصاديين قسمنا تأثيرات التغير المناخي على الاقتصاد، قلنا في أنشطة أكثر حساسية أو أنشطة هتتأثر في الدرجة الأولى، قلنا الزراعة والغابات والثروة السمكية والمصايد السمكية، الصيادين والمزارعين هم اللي هيكونوا الأكثر تضرراً والأكثر عرضة للتأثيرات المدمرة. احنا قلنا الزراعة لأن أغلب المزارعين موجودين في مناطق مكشوفة بيتأثروا بالمناخ، وأغلبهم موجودين طبعاً في الدول النامية. أيضاً المزارع السمكية والصيد انخفض بشكل كبير لأن التلوث يا أخوانا لما يصل إلى الماء ده اكيد هترتب عليه نفوق اعداد كبيره من الاسماك. ايضا ان التغيرات التبخر كمان، والتبخر ايضا، لان الاسماك ليس فقط موجوده في البحار ولكن حتى موجوده في البحيرات، يعني على سبيل والانهار يعني على سبيل المثال ان مصر مثلا في عدد كبير من البحيرات بتبقى مصدر للثروه السمكيه، وايضا ممكن يكون جزء فيها حدث له نوع من انواع مثلا في بحيرات تلوثت من الصرف الصناعي والصرف الزراعي، ده نتيجة الصرف الصناعي، ده طبعا نتيجة التغيرات المناخية والأثار المدمرة للصناعة. فأنت بتتكلف مليارات عشان تعمل إعادة تنقية لتلك البحيرات وتعود مرة أخرى منتجة للثروة السمكية. وطبعا كلما انخفض الإنتاج الزراعي والإنتاج الغذائي والأسماك والمواشي واللحوم وخلافه، يعني الماشية مثلا على سبيل المثال في عدد كبير من الدول الأفريقية أيضا ودول أمريكا الجنوبية مع حدوث حرائق الغابات نحن شفناها، صح. ففي مئات الالاف من الماشيه بتحصلها نفقت ماتت، ده بينعكس على اسعار اللحوم، وبالتالي ده بنقول انعكاساتها بتكون كبيره جدا على المواطنين. وبقول ان الدول الناميه والدول الافريقيه والدول دي اكثر تضررا، لان صعب يتكيفوا مع النوع ده من الكوارث، لانك انت هتضطر تحمل موازنات تلك الدول تكاليف جديده وبنود جديده ما كانوش عاملين حسابها، وهي بتبقى اقتصاداتها غالبا لا تسمح بهذا. دكتور، هذه الحسابات اللي حضرتك تتحدث بها حتى فصول السنه تغيرت عندنا بسبب تغير المناخ بالنسبه لكل البلدان، بالنسبه للعراق احتباس حراره ارتفاع درجات الحراره اكثر من دون 50 مئويه وتوصلت في بعض الاحيان 55، هاي الدرجات العاليه.
نسينا جانب هو الجانب السياحي اللي موجود في باقي البلدان. كثير من المفاصل المهمة جانب السياحة. تأثيرات المناخ أثرت على اقتصاد السياحي للبلدان. اليوم برأيك لو بقت السياحة نفس ما هي رغم التغيرات المناخية الحاصلة في ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة؟ طبعا بالفعل زي ما حضرتك أشرت أني أنا قلت في قطاعات الأكثر تضررا من شوية الزراعة، المصيد السمكية، الغابات. في أيضا قطاعات بتتضرر المرحلة الثانية أو بشكل غير مباشر. تأتي الأنشطة الاقتصادية الترفيهية والسياحة والرياضة، كل دي بتبقى بتأتي في المرحلة الثانية تضررا، لأن طبعا السياحة مرتبطة بالشواطئ والمصايف، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه هيعمل تدمير حاد. أيضا تغير درجات المناخ، يعني عايز أقول أن المقاصد السياحية العالمية دائما بشكل سنوي بتاخد تقارير وتصنيفات ممتاز جيد جدا، فأنت ممكن تلاقي مقصد سياحي بعد ما كان بياخد ممتاز أو بياخد جيد جدا مع التغيرات المناخية مع تغير درجة حرارة الجو، فبالتالي يعني أصبحنا ما نميز الفصول، هذا صيف هذا شتاء، قل عمر هذا وطال عمر هذا، والخريف مو معتدل، كل هذه الأمور هي طبعا زي ما قلت، زي ما أنت قلت من شوية أن هتبتدي المقاصد السياحية دي تاخد تصنيفات منخفضة ضعيف جدا، فبالتالي السياحة عليها هتقل. يمكن في بعض المدن اللي كانت متعودين أو بعض المصايف أن درجة الحرارة بتاعتها الجو لطيف أغلب فترات العام، فبتجذب عدد كبير من السياح ومن الزائرين سواء المحليين أو الخارجيين، فلما يحصل تغير عنيف وتغيرات عنيفة بالتالي درجة السياحة أكيد هتقل، وهيبقى فيه خسائر أكبر لتلك المدن وتلك المقاصد اللي هي بيكون نشاطها الاقتصادي الأساسي هو السياحة. نعم، يعني دكتور هناك تحديات كبيرة، ولكن أيضا هناك بعض الدول تقوم بإنشاء فرص معينة من خلال مثلا الطاقة البديلة، نتحدث مثلا عن طاقة رياح، طاقة شمس شمسية، أو مثلا طاقة كهرومغناطيسية وغيرها من الأمور. كيف ترى مثلا هذه الطاقة النظيفة؟ هل هناك توجه لإنشائها مثلا أو توجه لاستغلالها نوعا ما؟ طبعا جميل جدا. طبعا يعني أنت أشرت للنقطة المهمة هنا، إحنا إزاي نتكيف مع بشكل يعني بشكل في حياتنا نتكيف مع النشاط الاقتصادي الأخضر صديق البيئة. إحنا بنشتغل بننتج بننمو وفي نفس الوقت بنحافظ على البيئة وما بنطلعش ثاني أكسيد الكربون اللي بيلوث الجو. فكان طبعا الاتجاه لمصادر الطاقة، لأن قطاع الطاقة هو القطاع الأكثر ضررا للبترول، تكرير البترول والمحروقات وخلافه، وبالتالي إذا احنا قمنا بعملية تبديل لمصدر الطاقة اللي احنا بنولده من فوري إلى طاقة نظيفة، طاقة مش طاقة صديقة، طاقة مش بتطلع كربون، احنا شفنا إن محطات الطاقة الشمسية والتوسع فيها، فأنت في نفس الوقت بتنتج طاقة ومحافظ على البيئة. محطات توليد طاقه الرياح احنا بنستفيد من البيئه، يعني الطاقه الشمسيه دي احنا بنستفيد من الشمس الطبيعيه بتاعت ربنا اللي موجوده عندنا طول اليوم وطول السنه، توليد الطاقه من الرياح، كل ده انت بتقول بتبتدي تتاقلم مع هذا. ايضا على الجانب الاخر لو احنا قلنا ان كمواطن عادي انا ممكن اعمل نشاط اقتصادي صديق للبيئه واخد منه فلوس واتاقلم، هناك مشاريع يعني مشاريع مش هتكلم على مشاريع الدول ولكن حتى اتكلم على مشاريع الافراد. اغلب المنطقه العربيه درجه السطوع الشمس فيها طول اليوم طول السنه جيده، محطات طاقه شمسيه فوق المنزل، انت توفر طاقه ليك او تبيعها للدوله وتكسب فلوس وتبقى انت المستفيدين. حتى احنا لو اتكلمنا مثلا في مجال الزراعه، اذا كان حتى الى الان انك انت تجد بديل للبنزين والسولر، يعني لسه في مرحله يعني ما وصلناش في الدرجه كامله، نزرع نباتات زيتيه على سبيل المثال، يعني نباتات زيتيه بتتحول بعمليه صناعية بسيطة لوقود حيوي، الوقود الحيوي اللي هو بديل السولار وبديل البنزين، الأسونيل والبيوديزل بديل السولار وبديل البنزين، بيتحط في العربيات العادية اللي بتعمل بالمحروقات وليه صفر انبعاثات كربونية. كل دي نقدر نقول أنشطة اقتصادية ممكن يستفيد بها المواطن وتستفيد منها الشعوب، وفي نفس الوقت نسير في نفس الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه، التكيف المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية، ولكن على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشركات، وبالتالي احنا ممكن نشوف عدد كبير من الشركات تسير في نفس الاتجاه. إذن دكتور نتحدث عن تأثيرات بسيطة من الممكن أن يصنعها كل فرد فينا من أجل أن ننقذ البشرية من هذا التأثير الذي سيطالها، سواء كنا اليوم أو غدا أو بعد غد. التغيرات المناخية ستغير وجه التاريخ وتغير وجه الحياة على الكرة الأرضية. تقرير من فلسطين، من ثم نعود لاستكمال حوارنا مع الدكتور كريم. يعني هي التغيرات المناخية هي بدأت منذ بدايات القرن الماضي، يعني تمثلت في النينو والنينا، يعني تجد مناطق فيها
حرائق هائلة جدا، وتجد مناطق أخرى فيها فيضانات وأعاصير غزيرة جدا، وكلاهما ضرر ليس فقط على البيئة بل على الإنسان وما يرتبط بالإنسان من موارد. وهنا بنتكلم عن الموارد الاقتصادية، والموارد الاقتصادية اللي هو عنصر الأساس الإنسان فهو متضرر، وهلا بنحكي كيف. وعنصره الثاني اللي هي الأرض برضو أصبحت متضررة، وهلا برضو بنحكي كيف. وإضافة إلى ذلك أصبح في هناك العنصر الثالث اللي هو صعوبة الإدارة والتنظيم والتعامل مع هذه الأزمات الخارجي عن صنع الإنسان، هي هذه يعني مخاطر خارج عن إرادتنا. إضافة إلى طبعا كيفية تأقلم أصحاب رؤوس الأموال كعنصر رابع اقتصادي رابع مع هذه الظروف. لذا بتلاحظ أنت بأنه نمط الحياة الاقتصادية على ضوء هذا التغير المناخي تغير في العالم كله، لأنه الدول اللي كانت تعتمد على نمط معيشي معين أو كانت تعتمد في إنتاجها على مهنة معينة في قطاع إنتاجي معين أصبح تغير المناخ بخرجها من دائرة المألوف. فلو أخذنا على سبيل المثال فلسطين مثلا، احنا فلسطين معروفة بأنها هي أراضي خصبة زراعية بامتياز، وبالتالي الزراعة الكل بيعرف بأنه بتعتمد على مجموعة من المقومات، أهم هذه المقومات بالإضافة إلى الأيدي العاملة اللي هي المياه. وإحنا في فلسطين كنا نعتمد كثير على المياه المتساقطة من المطر بالإضافة إلى المياه الجوفية. هلا انحباس الأمطار عندنا في فلسطين، وهذا بدأ بوادره منذ منتصف القرن الماضي، هذا الانحباس الأمطار أدى إلى جفاف في المخزون المائي الفلسطيني. في هناك أن ظاهرة أخرى فيما يتعلق بتغير المناخ إلا سببها الصحيح الإنسان نفسه. وهون مشان أكون أحلل منطقياً ولا أريد أن أتكلم بالسياسي إطلاقا، برضو المستوطنات الإسرائيلية هي التي منها يأتينا التلوث البيئي، ثاني أكسيد الكربون. وفي هناك دراسات بتقول علما بأنه إحنا دخلنا في اتفاقيات للمحافظة على البيئة دوليا وملتزمين بها، المستوطنات لوحدها، ولا أحكي عن إسرائيل، بحكي عن المستوطنات اللي هي في الضفة الغربية واللي هي في غلاف غزة، هذه تقريبا 7 ملايين إلى 8 ملايين طن ثاني أكسيد الكربون بتضخ في الأراضي الفلسطينية. هذا الانبعاث ويؤدي إلى الانبعاث الحراري للغازات السامة. المواطن الإسرائيلي 140% بسبب في تلوث البيئة من ثاني أكسيد الكربون عنه في المواطن الفلسطيني. يعني المواطن الفلسطيني 0.8 طن من ثاني أكسيد الكربون بخرج، الإسرائيلي 140% عن هذا الرقم سنويا. شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي أنه أصبح التنوع الإنتاج الزراعي عندي في فلسطين متغير، فبتلاحظ أنت كثير من الزراعة تلاشت. الأمر الثاني أصبح في هناك تلوث للبيئة، التلوث للبيئة يعني بأنه المنتجات اللي كنا نعتمد عليها في البيئة النظيفة أصبحت تتلاشى، إضافة إلى ذلك أصبح في هناك تلوث للمياه الجوفية بسبب ضخ كثير من الغازات السامة وبدفنوها في الأراضي الفلسطينية، وهذا طبعا بتسرب إلى المياه الجوفية مما يؤدي إلى عدم إمكانية استخدامه للزراعة وخاصة البقوليات. وللعلم من شان المشاهدين الكرام في كل الوطن العربي يعرفوا، احنا في منطقة الأغوار كنا نصدر يوميا، يعني منتج واحد فقط كان يصدر يوميا طائرتين محملات في البقوليات. مش أنا بسط أكثر، البصل والفجل والبقدونس والنعنع والكزبرة يوميا يطلعن من أريحة إلى مطار الملك علياء الدولي وروحن على موائد الأوروبيين يوميا يطلعن. هذا من منتج واحد، هذا كلياته تلاشى بسبب تلوث المياه الذي لا نستطيع أن نستخدمه في ري مثل هيك أراضي. طبعا هذا يعني بأنه أصبح في عنا قطاع زراعي دمر كلية،
إضافة إلى ذلك ما تنساش برضو القطاع الصناعي اللي بيعتمد على البيئة النظيفة وعلى المياه النظيفة، برضو هذا ضرب عنا في فلسطين وسببه تلوث البيئة. إذا مشاهدينا تابعنا هذا التقرير من فلسطين، البطولة والصمود حقيقة المشاكل واحدة في كل مناطق الشرق الأوسط بسبب التغيرات المناخية الحاصلة، بالإضافة إلى انبعاثات المصانع والتلوث البيئي الكبير الحاصل في كل بلدان العالم. دكتور، نتحدث عن تفصيلات مهمة وهم ومشترك واحد بالنسبة لكل بلدان العالم، ليش ما شاهدنا مشاريع خاصة بصناعة خط أخضر بالنسبة لنباتات معينة، جرين بيلت بروجكت اللي حاصل في كل البلدان، نشاهد بأن هذا يقلل الانبعاثات، يحاول من تقليل التلوث البيئي الحاصل، ما شاهدنا مشاريع زراعية تحاول تحيط البلدان بحزام أخضر؟ طبعا يعني نقطة مهمة جدا أحمد. الآليات الطبيعية، الآليات الطبيعية أنك أنت إزاي تقلل الانبعاثات. طبعا يعني على فكرة أنا عايز أقول لك أن الحلول الخضراء والحلول الطبيعية الخضراء دي بتساهم بنسبة 37% من حل الأزمة، ولكن طبعا احنا نتيجة الغابات اللي تضررت واتحرقت مفيش بديل لتلك الغابات، ولكن طبعا الدراسات والتقارير بتتحدث على انك انت علشان تتوسع في الحزام الاخضر محتاج زراعات خضراء جديدة يمكن تعادل حجم الولايات المتحدة او حجم الهند 3 مرات، وبالتالي انك انت تقدر توفر يعني مساحات شاسعة ومن الهكتارات انك انت تزرعها نباتات خضراء وعشب وخلافه، اللي هي بنقدر نقول عليها مصنع او فلتر عملاق طبيعي بيمتص ثاني اكسيد الكربون وبيطلع مكانه الاكسجين او بينقي الجو، محتاج جهود مكثفه وايضا محتاج عشان تكون رئه الارض. بالفعل رئه الارض، احنا شفنا اللي حصل في غابات الامازون وخلافه، فاحنا فعلا محتاجين النقطه دي لان تكلفتها قليله كمان، محتاجين التوسع في حتى انبعاثات الاتربه يقللها تثبيت الارض والتربه من خلال الزرع. بالفعل يعني قلت لك انا بيساهم بنسبه 37% الحلول الخضراء الطبيعيه لمكافحه المناخ، وبالتالي انا شايف انه انت محتاج مجهود بسيط، حتى مش محتاج مجهود كبير من الدول، انك انت تقدر تصل الى لتلك المرحله، حتى على الاقل يزرع حتى الصحراء بنباتات مثلا تكون نباتات مش مستخدم للمياه وخلافه، على الرغم ان هو الخوف، كل الخوف انك انت نقدر نقول ان هو يكون التوسع في النوع ده من الاعشاب على حساب السلع الزراعيه والحاجات الغذائيه وخلافه، لكن انا شايف ان انت ممكن نحاول نستفيد من المساحات الشاسعه التي يتم زراعتها والغابات اللي تم احتراقها وايضا نعيدها. حتى الغابات اللي كان فيها اشجار واستخدمت تجريف بعض الاراضي تحولت من زراعي الى سكني، صارت بيوت وصارت ايوه، نحاول نعوض بقدر المستطاع ان احنا نعمل مواد يعني نقول نباتات وزهور وخط اخضر جديد يكون حوالين كل المدن الكبيره والمدن اللي حدث فيها تلوث، وهو صعب جدا في ظل النمو السكاني، في ظل التغير المناخي الذي يؤثر على يعني درجات الحراره، بالتالي يؤثر على حرائق عم تحدث بشكل عام، وشاهدنا يمكن خلال هذه السنه والسنوات السابقه العديد من الغابات التي تعرضت يعني الى حرائق كبيره جدا. يعني التغيير المناخي هذا المصطلح الذي يؤرق العالم بشكل كبير، الدول المتقدمه تسعى الى يعني وصول الى مرحله ثبات او تحسين او تغيير نوعا ما، ولكن نحو الايجابيه نوعا ما. يعني بدنا نشكرك بشكل عام على وجودك معنا اليوم الدكتور كريم العمده، وايضا على كل المعلومات التي يعني زودتنا فيها لليوم، شكرا جزيلا، وايضا يعني بدي اشكر زملائي احمد وياسمين، كنت سعيد جدا في هذه الحلقه. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم لنا في هذه الحلقة، على أمل اللقاء في حلقة جديدة وقادمة من بيت للكل، في أمان الله.